وكل زمن يمر الله سبحانه وتعالى جعل له عبادة. سبحان الله، كل ظاهرة في الكون جعل لها عبادة. فالفجر هو انقضاء الليل وبداية النهار، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسجود لله، كأننا نودع زمنا بالعبادة ونستقبل زمنا آخر بالعبادة. وفي منتصف النهار وهو اليوم لا بد أن نسجد ونركع لله، وبالتالي لا ننسى أننا أصلا خلقنا ووجدنا لأمر واحد مهم وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد حدوث زوال للشمس، في الأول انتصافها وبداية الظل، ثم بعد حدوث ميل للشمس نحدث عبادة أخرى وهي صلاة العصر. ثم إذا انقضى النهار وغابت الشمس ودخل الليل نبدأ بعبادة نودع بها النهار ونستقبل بها الليل. ثم بعد ذلك نأتي بعبادة ليلية وهي العشاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عندما يقول الله لنا واذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يتأتى الذكر الكثير إلا بهذه الكيفية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك كلما ارتكبنا ذنبا نقف بين يدي الله ونحاسب أنفسنا، فتكون هذه العبادة كفارة لما أخطأنا من ذنوب. فالمؤمن يعتبر نهاية العام واستقبال عام آخر هي صفحة جديدة يريد أن يبدأها، وصفحة قد مضت لكنها لم تنتهي بالكلية لأنه سيحاسب عليها.